التدريس بالنسبة لي كان هواية من وأنا عمري 15 سنة، نميتها واتجهت للأشياء المهنية في مدرسة الأميرة هيا بنت الحسين، ودرست التطريز مع رسم البترون. طبعاً ما اكتفيت هيك، تعبت على حالي بجميع دورات محاضرات. مع الوقت طبعاً حبيت أني أنمي من هاي الشغلة لأنه هالتراث طبيعة شغلي أنا بالتطريز اليدوي. حاولت أني كثير يعني أدمج القديم مع الجديد عن طريق من نواكب العصر. أوكي، هلأ حبيت أني أدخل الكمبيوتر على مجال شغلي، وبالفعل اشتريت ماكينة كمبيوتر ودخلته لمجال شغلي، والحمد لله صار في إقبال كثير عليه. سمعت عن برنامج اسمه إنهض، اتجهت لإنهض. هي صارت مزح بجد أنه بدي أروح على إنهض أني أنمي شوي من فكر رانيا، من تطوير رانيا، أشتغل على رانيا أكثر. كل ما الواحد بينمي على حاله، بيشتغل على حاله، بيتعب على حاله، أكيد بيطلع بنتيجة أفضل. سعيت للنجاح وتحديت يعني أشياء كثيرة، تحديت المجتمع اللي إنه ست بسن الأربعين تطلع تشتغل، هذا مش عيب. لما اتجهت لأنهض ولما تمولت ولما وسعت شغلي، أكيد صار في عندي مردود يعني مردود مادي يعني كويس، والحمد لله رب العالمين يعني عم بساعد. حسن من وضع الاجتماعي، حسن من وضع المادي. هذا الثوب عبارة عن نقل ثوب اللي هو التطريز الورد، نقلناه على الشيفون وتحته بتكون طبقة ساتان، بيلبس بكذا مناسبة، بسهرات، بطلعات يعني عملي، وبنفس الوقت في حركة عملنا عليه. هذا الثوب البشكير الألماني اشتغلته على يعني إحنا معروف عندنا الثوب الألماني أو الثوب الرمثاوي اللي هو القماش الأسود اللون الأسود، فأنا اشتغلته على الكرب وترجمت البشكير الألماني على نظام الثوب، وأخذت يعني كذا لون اللي يدمج مع الألوان اللي على الرأس اللي هو لون البشكير الألماني. طبعاً هذا ثوب أبيض، ثوب عروس، كمان بقماش الكرب الأبيض، دخلنا عليه الألوان الفرحية أو ألوان الربيع بخيطان الدي أم سي، بينلبس العروس، بينلبس تخرج، مناسبات أفراح، حنة، يعني في كل المناسبات. هذا الثوب الرمثاوي الأصلي يعني القديم تبع أمهاتنا وجداتنا، رجعنا ضفنا عليه التطريز اللي هو المشبك أو الرقمة الأردنية مع المناجل. طبعا هذا يعني المناسبات عندنا بالأفراح وبالحنة لازم أم العريس تلبسه.